جدد متظاهرو النصرية بمركز محافظة ذي قار مطالبهم المشروعة لثورتهم المباركة التي غيرت مسار الحكومة الحالية مجددين مطالبتهم بإزاحة حكومة الأحزاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين. انتفاضة تشرين ثباتا وانتماء من الناصرية من شارع الحبوبي خرج ابناء بلدية الناصرية محافظة ذي قار لتأكيد اهداف ومبادئ تشرين وفاء لدماء الشهداء ووفاء لانتفاضة تشرين التي حدثت منذ سنتين، لم يتحقق هدف واحد من اهداف تشرين، لذلك خرجنا من اجل تأكيد اهداف ومبادئ تشرين، محاسبة قتلة المتظاهرين، محاسبة سراق المال العام، محاسبة السلاح المنفلت. يجب ان يكون القرار السياسي قرارا عراقيا خالصا بعيدا عن تدخل دول الجوار، بعيدا عن التوافقات السياسية، بعيدا عن التوافقات الحزبية. يجب أن يكون هناك حكومة تمثل كل إرادة العراقيين التي ضحى من أجلها العراقيون وضحى من أجلها شباب تشرين الذين قدموا أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح وعشرات المغيبين والمعتقلين. نحن ثابتون في الساحات حتى تحقيق أهداف جميع أهداف مفاوضة تشرين المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستذكر لهذا اليوم الثورة العظيمة لثورة تشرين من ذي قار، الثورة التي أطاحت بعروش الفاسدين. الذكرى الثانية لازلنا نركز على أهم مطالبها، تقديم قتلة شباب تشرين إلى القضاء، الشباب اللي ضحى بدمه من أجل الحياة كريمة. ثانيا حصر السلاح بيد الدولة، إلغاء مجالس المحافظات، وأهم مطلب إلغاء الامتيازات الخاصة لأعضاء البرلمان. وإن شاء الله هاي الثورة مستمرة من ذي قار إلى زاخو، وإن شاء الله تطيح بعروش الفاسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نستذكر السنة الثانية على التوالي للثورة المباركة التي خرجت من رحم محمد سعيد الحبوبي، من رحم ذي قار، الثورة التي رفضت وطالبت القضاء على الطغمة السياسية الفاسدة من الأحزاب. لذلك أتينا اليوم لنكرر التأكيد على رفض الأحزاب ورفض الظلم وإقالة هذه الحكومة الظالمة.